باش نتعلم. قالوا لي دارنا ممكن تعلمت. قلت لهم لا هذيك القرايه تو ماشي نتعلم. قالوا لي كيفاش؟ قلت لهم القرايه قريت هاو دبلومات خذوهم علقوهم نفخوهم اشربوا ماهم اعملوا اش تحبوا، انا تو ماشي باش نصنع حياتي. مشيت حوست قعدت سنوات ندور في العالم، مش ندور كيما الرحاله تاع تونس تو اللي يدوروا في العالم جوست باش يهبطوا تصاور على فيسبوك ويقولوا احنا مشينا للهند ومشينا لامريكا ومشينا للصين ومشينا للارجنتين وصح علينا. نو مشيت نخدم في الفيلمات كل بهيم. وفخور بيه، كنت بهيم وفخور بيه. على خاطر البهيمة كنت نخدمها قبل، كنت نعرفها قبل اللي هي إنسان بهيم معناتها قاعد ما يعمل في شيء. وفيت البهيم حيوان ذكي ياسر وقوي ياسر، وما هوش بهيم بالمعنى بهيم مع نادي دونك شدو صحيح، وهذاك اش عشنا هذا لازم شدو صحيح. ف مانيش نطول عليكم الحكايه. صراحة بالمعيز مدة شهرين في جبال البيرينيه، خدمت عند كواش 3 شهور نقص الحطب في الغابة. بنيت معاهم بني يده هو قديم وبديهي لكن ريفوليسيونير. صنعت معاهم المعاجم وعشنا حياة معينة ريفية بديهية جدا، ولكن اكتشفت لي ذيك الحياة الحقيقية. وقلب الكواليس متاع أكبر محاضرات في نيويورك ما عطانيش نفس الفرح، لأني كنت أليانيزي، كنت نعيش في عالم تاع كذب سوبرفيسيال برشا. انت شكونك؟ اش عندك فلوس؟ انت شكونك؟ اش عندك دبلومات؟ ما يعني واش عندك دبلومات ولا الفلوس. الصباح كنت قاعد في القاع نشرب في كاستي قطر في العطرشيه مع بيت حقيقيين يغزلوا لي مش على اساس عندي فلوس ولا عندي دبلومات. كيف كيف فرد مستوى الزوز عاملين جو حاسين العالم كله ملخص في كلمتين صغار متهنين. عندكم هنا انتم؟ انا ما نصورش. عرفت علاش ولا خاطر ما عندكمش اهداف في الحياه؟ مش نتوما كلنا نحكي قاعدين نعيشوا الاجور وجور ناكلوا نشربوا نرقدوا نقوموا نقراوا وكذا. خمم شنو تحب تعمل في حياتكم بعد؟ ما تقوليش نحب نخدم ولا طبيب، ماشي هدف. قولي نحب نعاون الانسانيه باش نحي امراض، اي طبيب باش ندخل فلوس ما تعنيش. على كل حال رجعت لتونس بالزهر قبل الثوره بجمعتين وقلت يا الدنيا باردة وقتها في البلاد هذيك. جيت هنا شنو عندي جماعتين؟ جيت الثورة قلت شو خلينا نقعد نشوفوا شنو هي الثورة باش تفرز. ففرزت ما فرزت واكتشفنا ان احنا اون فيت يلزمنا نفيدوا بلادنا في الاخر، لان بلادنا صرفت علينا برشا فلوس طلعتنا برشا حوايج دونك ما نجموش ننكروها ونقولوا نو شنو فيها ونطيشوا كيف الناس كانوا نطيشوا رانا. فرجعت نخدم في الفلاحة كما تعلمت عند العباد اللي تعلمت عندهم، واكتشفت اللي ثم دي جيست ري سامبل نعمل فيهم كل يوم في الفلاحة احنا، اما سي دي ثيرابي. ما عادش تمشي للبسيكولوج وما عادش تمشي للفارماسي تنساهم هذوك تضحك عليهم لابد مش هذوك. الصبيحة نقوم نشم شوية فلي ونسرح خشمي نحط شوية خبز تابونة وشوية زيت زيتونة نحس العالم الكل تلخص فيهم هذوك غذاء ماهوش يريق. مش ناخذ كراسون مع فلان يكذب عليا حتى يشحم ومعناتها ويدفعني في شحم يهود وهي كلها شحم باش تقتلني في الاخر. ممكن تضحك وتقول شنيا معناتها انت تحب ترجعنا 1000 سنة تالي؟ لعلمكم ما انا ما نحبش ارجعكم 1000 سنة تالي، اما نحب نعطيكم خمو في معنى حياتكم. كل واحد طريقته، ممكن انا لقيتها في خدمه الارض، ممكن نقول تلقاها انت باش تسوق طياره، لكن اعطي معنى لحياتك. ابدا بحاجه صغيره لا معنى لها بالنسبه لك انت، ما تتكلفلكش فلوس وما تتكلفلكش طاقه وحتى حد ما يقول لك ايش قاعد تعمل وما تاخذش ريسك، لكن ابدا. هذه هي اسمها لك شنو نحكي عليها. تاو ترى بشوي بشوي تكبر وتكبر وتكبر وبكا تقعد تضحك على روحك تقول سر هيك الحكايه. انا نحوس مره في نيويورك نلقى روحي ثم ارتيكل هابط عليا في نيويورك تايمز، ضحكت
شنو انا باش يحطوني في نيويورك تايمز؟ تي انا ما جاتنيش الشروق والصريح. نيويورك تايمز هبط عليا تيكو ما تقوليش. اي نعم اي نعم، قلت الناس هذوكم يعرفوا قيمه البلدان هذيا. ويعرفوا قيمه الادمغه اللي عندنا في تونس. احنا ما زلنا نعرفوا كان قيمه اللبلابي والكفتاجي والمقلوب والمشقلب ولا حاسيلو تعرفوه الماكله والكروش ولا حتى. وغادي المكتبه قدم الريستوران 10 مرات، خاطر غذاء الروح والعقل اهم من غذاء الماكله، غذاء الكرش. ف بعد هبطت لانجلترا ناخذ الجواردين هبط ارتيكل، ضحكت كثير وكل ما نضحك على روحي اكثر واكثر، وكل يوم لازم نكتشف اللي الامباكت اللي قاعدين نعملوا فيه كبير ياسر ومس حتى حدود اخرين وعالم اخر مش تونس. وهي الحكايه بدات برويتا وبالا عامين نخدم نقف في الارض، نحفر في بير، نبني في دار، نزرع في نبته. واليوم الصباح قمت فيه لميت التوت، ضحكت على روحي قلت توت زرعتها بيدي اليوم لميت منها 2 كيلو. هي تظهر حاجه بسيطه الاجداد نتاعنا اللي تلزقوا باش يعيشوا بيديهم، لكن انا نتصور في حضور الضمة وانا منكم عمرنا ما علمونا اللي يكون من يديك اخدم وتو يخلصوك تز فيهم. انا ما حبوش يخلصوني خاطر انا كنت الاول في حياتي طول عمري وصبيت 600 سي في جاوبوني صفر. اش معناتها جاوبوني صفر؟ قبلوني وحكيو معايا قالوا لي انت دبلوماسي ياسر ما نجموش نخدموك، مش خلصوك 10,000 في الشهر ما نجموش، تحطوك بوس ولا تستقل فكره تحل شركه بعدين غدوه. قلت لهم ايفكتيفمون انا جاي نتعلم باش نحل شركه بعدك غدوه، ها نقول لكم انت. دونك خرجت ما نجمش نخدم في حتى بلاصه في تونس ولا زوني نخدم حاجه وحدي. فانا نقول لكم من توا ما تستناوش حتى ني نقول لكم برا اصلح حياتكم، من توا اصلح حياتكم، من توا ابداو خمو في السيف ولوك تمشي تبحر امشي بحر، والصباح امشي بربش واخدم عند صبابتي واخدم عند حداد وما تضحكش على روحك، لانه صبابتي باش يعلمك مهارات ما يعلمهالكش بروفيشنال. والحداد باش يعلمك مهارات ما يعلمهاش بروفي فيزيك اللي هو يقري فيها. ونعلمكم انه من بعد بروفي فيزيك اللي قراك باش يجي ويتعلم من عندك. وهذا مش كلام اما هذا فعل. انا قريت عام هندسه معماريه في سيتي بوسعيد وخرجت منها رافع راسي ما هبطوليش، لاني قالوا لي انت انسان مخلوف وماكش مجعول للخدمه هذه، برا روح ولي تولاتور بورشان، برا نظف قص اشعار الكلاب. قلت لهم الله يبارك سامحوني كان قلقتكم ولميت باجاج وروحت. هذه 2001 2005 2014 نفس الثلاثه يقراوني قاعدين متواضعين مع 30 طالب في البيوت اللي بيتهم انا بروحي بيدي انا بالتراب ويدرسوا فيهم ويجربوا عليهم في الترميك وفي الفونيك وفي السيزم وفي توسكو فولي ويقولوا لي شافو احنا ما ظنيناكش باش تعمل هكا. وانا عمري ما مشيت لحتى كليه قلت لهم يجيو يتفرجوا انا بطل، لانه البطل هو اللي ساكت ويخدم سكريتو واللي متواضع. اذا لقيت واحد هز رابو يجي يتابعوني راهو شلاكا. دونك انا ننصحكم اخدموا كما كان يخدموا اليهود في تونس ونحييهم، خاطر بالحق تونس راهي مبنيه على التعدديه والديفرسيتي اللي عندنا ما عندهاش بلدان اخرين. فكان الناس تخدم سكريتو ترانكيلمون فيفون رو فيفون كاشي. دونك نفس الاستاذ اللي لامني ونذكر الكلمه اللي قالها لي قصت لي لحمي في زوز وخلتني نهز دراجي ونخرج، قال لي انت مش بلاصتك عاش خويا. قلت له سامحني. نفس البلاصه نفس معناتها العبد وقف قدامه بعد اكثر من 12 سنه وما قلتلوش تفضل لبرا، قلت له تفضل للداخل. ومش باش نعلمك اجا نعمل بارتاج دو سافوار فير، انت عندك ما توريني وانا عندي ما نوريك. انت اكبر مني 30 سنه اما ثم حوايج ما تعرفهاش، وانا اقل منك 30 سنه اما ثم حوايج نعرف اكثر منك. وهذيك الحياه، احنا ناس عايشين اليانيزي، عايشين في عالم تاع اليان. ندخل السوبر مارشي الصباح ندزلو في شاريو يحس على القفه تاع زمان، ثم الف عبد في السوبر مارشي لا واحد يحكي مع واحد. صباح الخير ما يقولهالوش،
انت مع العبيد لكن وحدك وتموت وحدك في الاخر. ما كان ما قالش به ربي، اللي قال به ربي نتعاونوا، انا فلاح قم الصباح ناكل من اكلتي، الفاضل نهديه لجيراني، هما عنده فاضل يهديوا لي وانا نبيع لهم يبيعوا لي ما يسالش. وبالطريقه هذيك نعيشوا على بري بالتقلبات العالميه.